طيب كمان عبير بتقول يا دكتور عايزه اسرع حاجه للتخسيس وعندي ضغط وسكر وفقرات. انت لو دخلت على السوشيال ميديا هتلاقي كل شويه الكبسوله السحريه اللي بتقضي على الدهون ومش عارف ايه، وانت قاعد من غير دايت هتخس ومن غير مجهود. انا مش فاهم يعني ايه من غير دايت هتخس. بصي قبل يعني اخر حاجه تفكري فيها في موضوع التخسيس انك تاخدي دواء للتخسيس. اهم حاجه التنظيم الغذائي يا جماعه، مفيش حاجه اسمها تخسيس كده وانت قاعد باشا. ولو حد قال لك ده انا اخدت الكبسول الفلاني وخسسني، هتلاقي الكبسول مضر من المواد المحظوره زي ماده السيبوترايمين والحاجات اللي بنحذر منها دايما. فارجوكي مفيش حاجه اسمها حاجه تخسسني تنسف جسمي، لا انت تنظمي نفسك في الاكل ببساطه خالص. ما تاكليش بالليل يعني المغرب جدا كده، ما يبقاش في اكل مشروبات بس بدون سكر عشان جسمك اي حاجه بتاكليها بالليل بتخزنها. نظمي نفسك ما تاكليش بالليل، وبالنهار كلي براحتك بس وجبات على مدار اليوم. قللي السكريات او منعيها، السكريات اكتر حاجه في الدنيا بتزود الوزن مش الدهون، السكريات. قللي السكر على قد ما تقدري، لو استطعمتي او جربتي تشربي الشاي بالتدريج من غير سكر شويه شويه هتكرهي السكر. او سكر الدايت. او السكر الدايت، بس هو لو اتعودت عليه. في ناس كتير انا منهم، حته الشاي او القهوه بدون سكر مع الوقت لقيت طعمهم احلى من بالسكر. السكر اكتر حاجه بتزود الوزن. قللي السكريات على قد ما تقدري. عايزه حاجات بقى تساعدك، الشاي الاخضر، اقراص الشاي الاخضر كويسه جدا، الكروميوم، ماده الجارسينيا، الحاجات اللي هي الطبيعيه اللي في الصيدليه، كروماكس، اورلي لو بتشتغل على الدهون بتاع الوجبه، او سيلفستر او ميرتي، اي حاجه موجوده في الصيدليه ايا كان النوع هيساعدك، بس في الاساس التنظيم الغذائي.